السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالجميع في معمل الأردوينو مع درسنا 39 بعنوان حساس قوة الضغط. إن شاء الله في هذا الدرس راح نقيس شدة الضغط أو قوة الضغط باستخدام المقاومة الضغطية اللي هي FSR اختصارا لـ Force Sensitive Resistor. طبعا المقصود بالضغط اللي هو قوة الضغط، الضغط كقوة، وليس المقصود الضغط الجوي، المقصود الضغط كقوة. بعد كده عندنا الأدوات المستخدمة. هنستخدم مقاومة ضغطية FSR، طبعا لها عدة أشكال زي ما أنتم ملاحظين على الشاشة. الشكل اللي أنا هستخدمه في هذا الدرس اللي هو على شكل مربع اللي موجود أول شكل على اليمين. هنستخدم LED ومقاومة 220 ومقاومة 10 كيلو أوم. هنشوف بعد كده طريقة عمل المقاومة الضغطية. طبعا المقاومة الضغطية مصنوعة من مادة تتأثر بشدة الضغط، فكل ما نزود شدة الضغط على المقاومة الضغطية تقل معانا قيمة المقاومة، وكل ما نقلل من شدة الضغط تزيد قيمة المقاومة. عندنا الرسم البياني اللي موجود على الشاشة. طبعا الرسم الأول عندنا الخط الأفقي اللي هو بيشير للقوة مرقمة من 10 إلى 10,000، وعندنا الخط العمودي بيشير للمقاومة، طبعا المقاومة بالكيلو أوم زي ما هم انتم لاحظين resistance كيلو أوم، يعني القياس بالكيلو أوم. عندنا من 0.1 إلى 100، يعني 0.1 بالكيلو هتصير 100 أوم، من 100 أوم إلى 1000 كيلو أوم، أو عفوا إلى 100 كيلو أوم. فزي ما أنتم لاحظين عندنا الخط اللي باللون الأحمر خط تنازلي، فكل ما نزود من شدة الضغط بتقل معانا قيمة المقاومة، وكل ما نقلل من شدة الضغط بتزيد معانا قيمة المقاومة. بعد كده طريقة توصيل المقاومة الضغطية في الدائرة. أنا شرحت قبل كده هذه الدائرة اللي هي دائرة الفولتج ديفايدر في درس حساس الضوء، ممكن ترجعوا لها، لكن راح أشرحها هنا باختصار. عندنا الأردوينو ما يقيس مقاومة أو قيمة مقاومة، عندنا الأردوينو بيقيس اللي هو الجهد، بيقيس قيم الجهد، ما يقيس قيمة مقاومة. عشان كده بنضيف مقاومة على المقاومة المتغيرة اللي عندنا. احنا عندنا المقاومة الضغطية هي المقاومة المتغيرة. ليش اضفنا عليها 10 كيلو المقاومة الثابتة؟ عشان نحصل على قراءات للجهد، لان لو عندي مقاومة واحدة بس الجهد اللي عليها حيكون ثابت، ما راح احصل على قراءات. لما اضيف اكتر من مقاومة راح احصل على قراءات مختلفة للجهد، فعشان كده اضفنا المقاومة 10 كيلو. طريقة العمل انه عندنا الجهد بتغير حسب المقاومة. أنا كل ما زادت معايا قيمة المقاومة يزيد معاها قيمة الجهد. ونلاحظ عندنا في قانون باللون الأحمر جهد المقاومة الأول زائد جهد المقاومة الثاني يساوي 5 فولت. طبعا كاتبين هنا 5 فولت لأنه أنا مستخدم مصدر تغذية 5 فولت، لو مستخدم 9 هيكون 9 فولت، لو مستخدم مصدر تغذية 12 فولت هيكون 12 فولت. فعندنا الجهد بتوزع على المقاومتين، يعني مهما اختلفت قيمة المقاومتين الجهد المجموع الجهد اللي على المقاومتين بيكون 5 فولت. فهو ايش اللي حيصير؟ احنا عندنا المقاومة المتغيرة قيمها تتغير حسب قوة الضغط. على سبيل المثال لو انا ضغطت على المقاومة الضغطية اللي موجودة عندي وصارت قيمة المقاومة الضغطية ب10 كيلو، وانا عندي المقاومة الثابتة اللي موجودة تحت 10 كيلو، فعندي قيمة المقاومتين ثابتة ومتساوية. فهذا معناته انه الجهد الخمسة فولت راح يتوزع على المقاومتين بالتساوي، يعني حتصير المقاومة الضغطية جهدها ب2.5 فولت، المقاومة 10 كيلو بيصير جهدها ب2.5 فولت، ومجموع الجهدين بيكون 5 فولت، لازم مجموع الجهدين يكون 5 فولت. فلو زادت قيمة المقاومة الضغطية كيف تزيد قيمة المقاومة الضغطية؟ احنا قلنا كل ما نقلل شدة الضغط بيزيد معانا قيمة المقاومة الضغطية، بتزيد معانا قيمة المقاومة. فلو قللنا اللي هو شدة الضغط بتزيد معانا قيمة المقاومة الضغطية. ففي دي الحالة المقاومة الضغطية على سبيل المثال جهدها راح يعلى، حيصير جهدها ب4، وإذا صار جهد المقاومة الضغطية ب4 الجهد اللي على المقاومة 10 كيلو حيصير ب1، بحيث انه مجموع الجهدين يكون 5 فولت. بهذه الطريقة وهذه الفكرة نقدر نقيس او نقسم الجهد، لنعمل الجهد كقياسات ونقدر نقيسه عن طريق الأردوينو. هذه هي فكرة التوصيل المقاومة الضغطية
وزي ما قلت شرحتها بالتفصيل في درس حساس الضوء، تقدروا ترجعوا لها. بعد كده هنشوف استخدامات حساس اللي هو قوة الضغط. طبعا ممكن تستخدمه في دائرة كميزان، أو تعمل كمشروع إنه يستخدم كميزان. طبعا ما راح يعطيك ديك القراءات الدقيقة، لكن ممكن تستخدمه كميزان أو في مشروع إنك تعمل ميزان. عندنا من الاستخدامات اللي هو يستخدم داخل المصاعد الكهربائية. طبعا زي هذا الحساس اللي هو حساس قوة الضغط، يوضع في على أرضية المصاعد بحيث إنه يقيس قوة الضغط اللازمة اللي يقدر المصعد يرفعها، بحيث إنه إذا دخل على سبيل المثال عندنا المصعد استحمل 100 كيلو أو 100 كيلو جرام، فلو دخل فيه 110 الحساس راح يستشعر إنه في قوة ضغط زايدة عليه، فراح تنور لمبة أو يدي إنذار إنه الوزن زايد. من بعض الاستخدامات اللي هو يستخدم في القفازات الذكية. طبعا زي هذه القفازات ممكن تستخدمها لحساب شدة الضغط اللازمة لرفع ثقل معين، يعني على سبيل المثال شدة الضغط اللازمة لرفع ثقل وزنه 1 كيلو أو 2 كيلو جرام، يستخدم هذا الحساس في هذا الشيء. ومن استخداماته برضو يستخدم لحساب شدة الضغط أو قوة عضة الحيوان أو فك الحيوان. بعد كده هنشوف الدائرة الإلكترونية. عندنا الحساس الضغط، الطرف الأول له متصل بال5 فولت، الطرف الثاني له متصل بالمقاومة 10 كيلو، ومن نفس الطرف اللي متصل فيه حساس الضغط والمقاومة 10 كيلو راح نوصله على مجموعة الأنالوج إنبوت في الـA0، والطرف الثاني للمقاومة 10 كيلو متصل بالأرضي. بالنسبة للليد، الطرف الموجب للليد متصل بالبن رقم 11 في لوحة الأردوينو، والطرف السالب للليد متصل بالجراوند. بعد كده راح ننتقل على التطبيق العملي ونشوف الدائرة مع بعض. هنبدأ بتوصيل الدائرة. في البداية حوصل الجراوند والـ5 فولت، هذا الجراوند والـ5 فولت. بعد كده حوصل الحساس، هذا هو حساس شدة الضغط أو المقاومة الضغطية، هنوصلها في اللوحة. الطرف الأول زي ما شفنا للمقاومة الضغطية هروح على الـ5 فولت، وبعد كده الطرف الثاني هنوصله بالمقاومة 10 كيلو، والمقاومة 10 كيلو الطرف الثاني لها هروح على الجراوند. ليه من هنا؟ من نفس الطرف اللي متصل فيه المقاومة الضغطية مع المقاومة 10 كيلو راح نوصله على الـA0. بالنسبة للليد، الطرف الموجب الليد متصل في البن رقم 11، والطرف السالب للليد متصل بالجراوند عن طريق المقاومة 220. بعد كده راح ننتقل على جزء البرمجة. هنبدأ في البرنامج. عندنا في البداية مجموعة متغيرات، الليد يساوي 11، وصلنا الليد في البن رقم 11. بعد كده عندنا من نوع انتجر FSR اللي هو الحساس، وصلناه في الـA0. وبعد كده عندنا متغير من نوع انتجر فورس راح نستخدمه في البرنامج. بعد كده عندنا الفويد سيت اب، دالة التهيئة. كتبنا امر اللي هو افتح لي مراقب السيريال سيريال بيجن 9600. بعد كده هيئنا الليد كاوتبوت، وهيئنا الحساس الاف اس ار كانبوت. هنخش على الفويد لوب. البرنامج ان شاء الله جدا بسيط. عندنا المتغير الفورس يساوي الانالوج ريد الاف اس ار، يعني راح الحساس اللي هو المقاومة الضغطية وحساس شدة الضغط راح يخزن القيم في المتغير الفورس. فالأردوينو راح يقرأ القيم من الحساس ويخزنها في المتغير اللي هو فورس. وبعد كده هنعمل ماب للمتغير فورس.
هنعمل ماب، وذكرنا قبل كده ايش وظيفة الماب وليش احنا بنعمل الماب. السبب انه مجموعة الانالوج انبوت تتكون من 1024 مستوى، وعندنا خاصية البي دبليو ام تتكون من 256 مستوى، فلازم اعمل توافق بين المستويات. فهذا اللي انا حسويه، راح انزل او اقلل من مستويات مجموعة الانالوج انبوت من 1024، راح اخليها 256. هذه هي وظيفة الماب. فعندي الفورس اللي هو بيخزن لي قيم الحساس اللي هي 1024 مستوى، يساوي الماب الفورس اللي هي القيمة اللي عندي بحولها من صفر من صفر الى 1023 اللي هي 1024 مستوى، حول لي هي الى صفر او حول لي هي من صفر الى 255 اللي هي 256 مستوى. هذه هي وظيفة الماب. بعد كده عندي انالوج رايت، راح اشغل الليد بقيمة الفورس بالقيمة اللي راح تخرج لي من الماب، هذه هي اللي بعد ما تخرج لي من الماب، واطبع لي نفس القيمة اللي هو سيريال برنت، سيريال برنت لين الفورس، وسوي لي ديلي 200 ملي سكند. هنرفع البرنامج على اللوحة. في البداية حوصل لوحة الاردوينو، هنرفع ترفع البرنامج، راح نفتح مراقبة سيريال، هنبدأ نضغط، بنلاحظ انه بتزيد معاه شدة الإضاءة. أقلل شدة الإضاءة أو أقلل شدة الضغط راح تقل شدة الإضاءة. جرب، بزود شدة الضغط بتزيد معاه شدة الإضاءة، بنلاحظ انه بيوصل ل 240 244. أقلل شدة الضغط بنلاحظ ان شدة الإضاءة بتقل. لهنا نكون وصلنا لنهاية الدرس. إذا عندكم أي ملاحظات وأي استفسارات راسلونا على الإيميل على الرسالة الخاصة في الموقع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.